السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي الكرام، مرحبا بكم الجديد في هذا الفيديو. كما كتشوفوا هنا، شوفوا هاد الناس كيفاش ضيعوا هذا الشجر. هذا الشجر ديالو، شوف كيفاش حيدولو النواة ديالو، حيدولو هاد الغشاء ديالو، حيدولو. شوف الضيعة، هادو راه كيربطو عليهم الحمير والبغال، كيجيبو الحمار كيربطوه على الشجرة حتى كي يحيد ليها الجلدة. شوفها هانتوما كيما كتشوفوا. مشاهدين اللي شاف هاد الفيديو يحكم على هاد الناس كيفاش اش غدير معاهم. دابا اكثر من 200 شجرة داروا ليها هكاها. شوفها شجر تبارك الله كيدير، ولكن هاد الناس لا حول ولا قوة الا بالله. هانت شوف هاد الشجرة كيدايرها، كلشي مجدر، يعني الناس لا احترام لا حتى حاجة. هانت شوف هاد الشجرة هادو مازالين صغارين، شوف كيدايروا ليهم. كاين اللي كيطلق البهايم، كاين اللي كيطلق الغنم، كاين اللي كيطلق عليهم الحمير. هم لقينا جوج حمير وبغل، كيدير له الوتد ويدير له كردة طويلة. هانت شوف هاد الجلدة محيدة، هادي راه الماكلة ديال الحمار هذا ولا البغل، يعني لا احترام لا لهم يحزنون. شوف دابا اش غدير مع هاد الناس دابا. شوف هادي راه الشجرة، شوف كي داروا ليها، ما بقى غير بنادم. دابا انت الا جيتي جلستي تماك راه يقطعوا لك الاعصاب د رجليك هادو. شوف لا حول ولا قوة الا بالله، والله ياخذ فيهم الحق. هادشي اللي غادي نقول هنا، اما هاد الناس راه لا احترام ولا حتى شي حاجة. شوف هادي راه صافي. شوف هاد الشجرة دابا، هادي راه مازال صغيرة، شوف كي داروا ليها، كلشي ضربوا ليها الجناب كلشي. شوف هاد اللوز كي داروا له. شوف هادي راه قطعوا منها واحد العرشة، هو فين بقى تايبس. تعيا ما تشوف وتقول لا حول ولا قوة الا بالله، واش هادو مسلمين؟ واش هادو محسوبين على المسلمين؟ هادو اللي كيديروا هاد الحوايج واش تاهما محسوبين على الاسلام؟ شوف ما كاينش شي شجرة اللي فلتت نهائيا. شوفها جميع الاشجار كلهم متضررين، اكثر من 200 شجرة. ها هو الحمار راه عنده كوردة طويلة، كيضرب ديك الشجرة ويضرب الاخرى. ها هو كيوصل لعند هذه ويوصل لعند وحدة اخرى. ها هو شوف هذه كي داروا ليها، هادو راه غير جداد هادو. ها شوف ها هما العروش تيرسو، هادي راه كيديرها بغل ولا حمار. هادي شوف كيحيد ليها الجلدة ديالها كاملة كما كتشوفوا. ما كاينش شي شجره اللي فلتات ما تكلاتش نهائيا. هاد الناس لا حول ولا قوه الا بالله، شنو غدير معاهم؟ انت شوف اللهم ان هذا منكر. بغيتكم تحكموا نتوما وتقولوا لي شنو غندير مع هاد الناس. يلا انت شوفها هاد الشجره كامله تكلات من الفوق، حيت صغيره هي تكلات من الفوق كامل. بغيتكم تحكموا قولوا لي اش غندير مع هاد الناس. شوفها كامله تكلاتها، مابقاتش شي شجره مقاده. شوفها يلا وشوف دابا هاد الناس اش غدير معاهم. شوفها شوف لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شوف وفي هاد النهار تسعد، الله ياخذ فيهم الحق. كاع اللي كيدير الشجر هكا الله ياخذ فيه الحق. هادشي اللي كنتمنى من المشاهدين يدعيو، حيت هذا راه الضياع، ما كيتسماش هذا عدم التربية. الانسان اذا ما مربيش راه ما مربيش، واخا تعيا ما تربي فيه. الشجر كامل راه تال فوق ليه، الشجر كامل تكلا كامل، وما كاينش الشجره اللي فلتت ما تكلاتش، الا الشجرات اللي كبارين شويه يعني تكلاهم غير من التحت. على هاد الناس
واش يستاهلوا تسكن حداهم ولا تقول لهم حتى السلام عليكم. ها شوف هاد الشجرة كيرجع بقاو فيها غير العواد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق، الله ياخذ فيهم الحق. هادشي وكنتمنى تقولوا لنا الرأي ديالكم في هاد الناس. وشكرا جزيلا، تبارك الله عليكم، الى فيديو القادم ان شاء الله. ماشي، اتمنى لكم الحياة السعيدة الجميع، بارك الله عليكم.